إذا عم نحضر جاتو أو كيك بالبيت أفضل إنه نخفف قد ما فينا السكر، ولكن فينا نستبدل هيدا السكر بالسكر الاصطناعي. ولكن إذا ما منحب نستخدم السكر الاصطناعي، كل السبايسز والبهارات مثل القرنفل، القرفة، جوزة الطيب كتير بتعطي طعمة سكر للكيك اللي عم نحضره. كمان الفانيلا، أو إذا عم نستخدم الإكستراكت تبع الألمند أو البردقان أو الحامض، كل هيدول الأنواع فيها تعطي طعمة سويتنس للكيك تبعنا.